كامل، وحنكلفوا لهم حد من مجلس الاداره اللي اعطاهم المعلومات اول واول، وحيرتبطوا مع لجنه المسابقات، يرتبطوا مع لجنه التحكيم، لجنه القيد، لجنه الطعون، كل شيء حينشر على 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 صفحات الخاصه بالمكتب الاعلامي، اي حاجه تنشر خارج هذا النطاق حيصدر فيها رساله تعتبر بالنسبه لنا احنا نتحملوش مسؤوليتها ومزوره، زي هذه الاخبار اللي تو تطلع في بعض الاشياء، ملعب بنغازي، ملعب طرابلس، ملعب، هذا الكلام كله مزور، هذا كلام راهو مش خارج منا نحن ولا من نتحملوا مسؤوليته، ولكن ان شاء الله حنضع الترتيبات، حتخرج كل شيء في وقته، حيخرج كل شيء على مسؤوليتنا. مكتب الاعلام هذا يمثلنا كاتحاد كوره، والناطق الرسمي حيمثلنا، فلهذا تم الترتيبات الحقيقه بوادر خير، هناك رفع معنويات ممتازه جدا، وجدت فيهم الرغبه، وجدت فيهم العمل اللي ممكن يقدموه، فان شاء الله نتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله حتشوفوا اشياء طيبه الفتره القريبه القادمه ان شاء الله. اولا هناك اخبار متداوله كثيره، راه هذه الاخبار غير صحيحه، سواء كانت الدوري السداسي والا الهبوط، هذا الموضوع الى الان راه غير صحيح بالنسبه كمجلس اداره، خذينا فيه اجراءاتنا، اذا كان في اجراءات اخرى تكون طبق اللوائح، طبق القوانين، لكن اي شيء خارج اللوائح والقوانين طبعا هذا موضوع. الشيء اللي بناكد عليه الدوري السداسي الى الان راهو ما حددش، كانت اكثر من دوله، وانا تكلمت بصراحه يعني. للاسف لما تذكر دوله معينه يقول لك فيها فلان وعلان، دوله معينه اخرى فيها فلان وعلان. حتى الانديه والجمهور والدنيا شوشونا يعني، كنا حاولنا ان نلعب برا، وحاولنا ان في الفار وفي حكام محايدين وارضيات. ومع هذا ما زلنا في هذه المحاوله لاخر لحظه، لكن اذا كان لم يتوفر هذا الى يوم 10 يونيو بعد مباراتنا مع غينيا، حيتم في ملعب محايده، الدوري راهو مش في منطقه معينه، لا في ملعب بنينه ولا في ملعب طرابلس ولا في ملعب درنا ولا المرج. حيكون في ملاعب معينة محايدة لكل الفرق، يعني بمعنى ملاعب محايدة، فريق من طرابلس وفريق من بنغازي في ملعب محايد معين بالقرعة في شرق ولا غرب، ملعب من بنغازي في بنغازي حتكون في ملعب محايدة، فالملاعب حتكون محايدة، هذا للتأكيد للناس، ولا كل ما يقال هو تشويش على الأندية وعلى المنتخبات وعلى اتحاد الكورة وعلى كرة القدم بصفة عامة. فرجاء الإشاعات والأشياء المزورة اللي ما تخرجش في الفترة القريبة القادمة عن الناطق الرسمي ولا عن طريق مكتب إعلامي اتحاد الكورة كلها غير يعتد بها، إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله.